مش تعرف حاجة عندي. تفضل. كيف قدر أبي يتحملك ويعلمك اللهجة اليمنية؟ أبوكي طيب. أبوكي شكله غلط. شوف لو أنا بنعلمك إن قد ذبحتك. أنت كلبي كاسي. ورجع يقول أنت. أقول لك بغير خبالة أنا رجال مش أنا مريك. ونقول أنت. نعم أنت أنت. ماذا الحين أدن متعمد والله ما ضربك لو ما كسرك. ونقول أنت. هادر هادر. ناس حق سمي. أنت فين أبوكي؟ ليش ضربت الهندي؟ انت انو عندنا ضيف وما سبرت مدتك علي. لا بابا يغلط علي بيقول لي انتي قلب لي بنت الله معاو. اش فيها لو اقول لك انتي؟ انت قد لي شهرين وانا بين اعلمك كيف يتكلم وما قد يقدرش يتكلم. يا الله بدأ يتكلم شوي شوي عادوا بالتاتا. يتحاكي شو الله يبطل لا يكون شغلط على نفسي استحي على نفسي. سمع مرة ثانية لو تغلط علي ولا تضاربه ولا اي شيء لا انت فذنك تمام. أنا آسف يا هندي على ما فعله ابني هاشم معك، أصلاً هو ما فهمكش وبس لا تقلق قد ضربته وعلمته، دالحين المرة الثانية ما عاد أعيدهاش. ابنك عنيف ما يفهم، بس أنت طيبة. أنت طيبة، والله إني غلطة كبيرة عنده حق هاشم. بس يلا نتحمل الضيف. على العموم مرة الثانية إن شاء الله ما عاد أعيدها يا هندي. هاتي هاتي هنا أخوة. الله يخليك الله يخليك. الو ارهب نمستے نمستے الو بابا میری نا چاچو کرنا گا ماما تیگر نا سے گاوا نہیں 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 چکر نہیں گاپا ٹھیک ہے نا وائس شکریہ 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 بائے بائے يا هسيل هسيل ايوه انت تالي تالي فكنت انا انتي 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 ما قد معانا يا هسيل انا اشتي اسافر الهند تسافر الهند لا لا مستحيل اني خليك تسافر انت اصبحت جزء مننا اجلس عندنا بس في ماما تابان في كدموت هنا في الهند لازم انا اسافر بس بس اسبوع اسبوعين انا هنا اسبوع اسبوعين كثير وانا افتقدك بس ما دام امك مريضه الله يفتح عليك سافر طيب من فين اركب لا هندي من فين تركب من المريخ سامنا كسير الحصبه انت سافر للهند ضروري طياره للهند طياره للهند طيب انا ما في عندي فلوس ما لا تخاف من هذا الناحيه انا عاد ادي لك فلوس انا ادي لك الفلوس حق السفر كامل بارك الله فيك بس اسمع مش توصل الله هناك وتنسى انا ولا تنسى اللهجه اهم شيء اللهجه انت ترى كم جلست اعلمك مش بعدها ترجع وتشني عليك من جديد لا لا ان شاء الله باذن الله انا ما انساكم انتم واللهجه واليمن الجميع هنا في الكل الله يخليك